أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، زي ما احنا متعودين معانا النهاردة نموذج جميل من نماذج تحدي العقل. أصدقتنا الجميلة بتتمتع بقدر كبير ولديها طاقة إيجابية كبيرة، بتحاول تقدم لها رسالة إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليست إعاقة جسد، إن مهما اختلفت الإعاقات ومهما واجهوا من صعوبات وتحديات أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وقادرين على العطاء، قادرين على إنهم يخرجوا للمجتمع بإرادة قوية ويواجهوا كل الصعوبات والتحديات حتى لو كانت على أطراف صناعية أو بدون ساقين. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين ولكن باختلاف قوة إرادتهم وعزمتهم وبروح التحدي، قادرين على مواجهة كل صعب، قادرين على إنهم يثبتوا للمجتمع إنهم دايما قد التحدي.